فما معطى مهم جدا وهو نسبة الاقتراع، نسبة الإقبال، نسبة المشاركة، الإقبال، نسبة الإقبال تقدر عنا حسب نتائج الفرز السريع اللي قمنا به حسب العينة التمثيلية اللي عنا 69.7%. ما كنتش باش تشوفوها هنا 69.7%، معاها مش خطأ 1%، 69.7% معناها ما يقارب 70% من نسبة الإقبال. الأوراق البيضاء عندنا تقريبا 2%، والأوراق الملغاة على مستوى وطني تقريبا 3%. نسب تشابه بالنسبة للأوراق الملغاة والأوراق البيضاء تقريبا 2011. ما عندناش الديتاي تاع كل جهة كيفاش، ولكن هذه الأرقام على مستوى وطني.